أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة وحصرية كالعادة. إذن خبرنا الأول، مسؤول نقابي كبير في قبضة الأمن لحظة محاولته الهروب من تونس إلى ليبيا، كشف اسمه والتهم الموجهة ضده. بنشوف الموضوع هذا بأكثر تفاصيل وعدة مواضيع وأخبار حصرية، تابعونا لآخر الفيديو. إذن أعلنت الوحدات الأمنية بالمعبر الحدودي رأس جدير على إلقاء القبض على نجم الدين المزوري الكاتب العام لنقابة الخطوط الجوية التونسية أثناء محاولتها الفرار إلى ليبيا. جاء ذلك وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس. يذكر أنه المزوغي مدرج على قائمة التفتيش نتيجة تحقيقات عدلية بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس. التحقيقات تتعلق بتهم تدليس الشهادات العلمية، التوسط في البغاء، أعداد محل ذلك، وارتشاء من خلال تقاضي مبالغ مالية مقابل التدخل في عمليات الانتداب والترقية داخل مؤسسة الخطوط الجوية التونسية وفقا لذات المصدر. إذن وعلق الأعلامي سمير الوافي قائلا، للأسف هذا نقيب شركة سيادية تمثل واجهة البلاد ويقود منذ سنوات إحدى أكبر النقابات ويدافع عن حقوق منظوريه ويمثلهم ويحرك الإضرابات وينتمي إلى إحدى أكبر منظمات البلاد اتحاد الشغل الأكبر وأرفع من أن يمثلها هؤلاء. تورط حتى في شبهة التجارة في البغاء، هذه عينة من الفساد النقابي الذي استفحل في السنوات الأخيرة. وما خفى كان أعظم، ورغم أنني كنت ساذج في معرفتي السطحية بهذا النقابي ولكنني لست مصدوما من كل هذا. ما يصدمني هو كيف ظل نقابيا كل هذا السنوات في عهد كل الحكومات السابقة يفاوض ويقود المظاهرات ويمثل أكبر النقابات ولم يرى ولو يعني ولم يرى ولو ولم يكتشف أحد كل هذه الشبهات الخطيرة جدا، إذ كان محميا فإن من كانوا يحمونه شركاء معه، وإذا كان قويا بفضل صفته فإن هو من تغاضوا عن كل ذلك شركاء ومتواطئون معه أيضا. في خبرنا الموالي وخبر صادم، القبض على قيادي بارز في اتحاد الشغل أثناء محاولته الهروب من البلاد. إذن كان هذا الخبر صادم لعديد رواد صفحات يعني عديد رواد صفحات التواصل الاجتماعي. إذن في خبرنا الموالي، استقالة أكبر قضاة بوزارة العدل. إذن ورد في الرائد الرسمي الأخير أنه وبمقتضى أمر عدد 444 لسنة 2024 مؤرخ في 24 جويلية 2024 تقبل استقالة السيد مكرم أجلاصي القاضي من الرتبة الثانية ابتداء من 28 جويلية 2024. إذن هذا بالنسبة لشنو صار في الرائد الرسمي. اليوم زيارة غير معلنة لوزيرة التربية إلى مؤسسات تربوية بقربة. قامت وزيرة التربية سلوى العباسي بزيارة غير معلنة إلى معهد المهن بقربة من ولاية نابل، وأفاد بلاغ للوزارة فإن هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على مدى جاهزية المعهد لاحتضان قرية التعلمات وتنظم قراءة التعلمات من 29 جويلية إلى 9 أوت في شكل أيام دراسية لفائدة الإطار البيداغوجي بالمرحلة الابتدائية، وتتوزع إلى قرية الرياضيات بمعهد مهن التربية بقربة، وقرية اللغات بمعهد مهن التربية بسوسة، وقرية إعلامية التطبيقية بمعهد مهن التربية بصفاقس. وعاينت الوزيرة خلال الزيارة مختلف أجنحة المعهد وفضاءاته، وأكدت أهمية حسن توظيف المساحات الشاسعة المحيطة به بالتعاون مع الوزارات الأخرى مثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التكوين المهني والتشغيل، وزارة العباسي في اليوم نفسه، المدرسة الابتدائية بالوالدين والمدرسة الابتدائية جبل الحداد بقربة مرفوقة بالمندوب الجهوي للتربية بنابل نور الدين النوري، حيث عاينت مختلف مرافق المدرستين والفصول الدراسية بهما. ودعت وزيرة التربية إلى تكثيف عمليات الصيانة والتعهد، معلنة عن قرار بعث قسمين للتحضير بالمدرستين الابتدائيتين
كما أبرزت الوزيرة ضرورة إيجاد حلول علمية في مجال النقل المدرسي، ودعت المندوبية الجهوية للتربية بنابلة إلى تكثيف اللقاءات مع المجالس المحلية وأعضاء مجالس نواب الشعب وأعضاء مجالس الأقاليم والجهات والطرف الاجتماعي، وذلك في إطار مقاربة مجتمعية شاملة. إذن في خبرنا الموالي حادثة غريبة جدا. سيدة مسنة تعود إلى الحياة خلال مراسم جنازتها ليتحول الحزن إلى فرح وسط عائلتها وأقاربها. شوف الموضوع طبعا هذا بأكثر تفاصيل، ولكن قبل ما نشوفه هذا الخبر اللي باش ينتخب الرئيس قيس سعيد لمدة 5 سنوات أخرى، بقينا نعمله في استفتاء كامل وشامل. معليك سيدي الكريم أو سيدتي الكريمة الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش تدخل معنا في هذا الاستفتاء. إذا أنت مقتنع وتحب تنتخب الرئيس قيس سعيد اشترك معنا في القناة. وبالنسبة لأصدقائنا اللي اوريدي مشتركين في القناة، ما عليكم كان تكتبوا شكرا أحسنت أو شكرا واصل إذا أنتم باش تنتخبوا الرئيس التونسي قيس سعيد لمدة 5 سنوات أخرى. إذا كما قلت لكم سيدة مسنة تعود إلى الحياة خلال مراسم جنازتها ليتحول الحزن إلى فرح وسط عائلتها وأقاربها. في حادثة غير متوقعة شهدتها محافظة بني سويف جنوب مصر، عادت سيدة مسنة إلى الحياة قبل لحظات من دفنها بعد إعلان عن وفاتها. والخبر هذا دولته عديد الصفحات وعديد المواقع الإلكترونية العربية والعالمية. إذن عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومجموعات خاصة بأبناء المدينة، دعا مواطنون من بني سويف جيرانهم للمشاركة في جنازة سيدة مسنة تدعى عواطف التي تم الإعلان عن وفاتها. تمت الدعوة لأداء الصلاة عليها في مسجد الرحمة بالمدينة. تجمع الأهالي في المسجد لأداء الصلاة وتشيع الجثمان، لكن الجميع فوجئوا بتحرك النعش وسماع صوت استغاثة من داخله. هرع المشاركون للتحقق من الأمر ووجدوا السيدة ما زالت على قيد الحياة. فور خروجها من النعش نادت على شقيقتها وسألتها عن سبب وجودها في هذا التابوت الخشبي موجهة لها كلمات لاذعة. استقبلتها شقيقتها بالزغاريد وتبعها سيدات كان يشاركنا في الجنازة. اتضح أن السيدة التي تقيم في حي العمراوي بالمدينة كانت قد دهمتها غيبوبة سكر. اعتقدت شقيقتها بوفاتها وأبلغت الجيران الذين قاموا بنقلها للمسجد لتشييعها. انتقد الحاضرون أهلها لعدم استعانتهم بطبيب لفحصها قبل التأكد من حالتها الحقيقية. نمر للخبر الموالي. إذن يترقبون التونسيون بفارغ الصبر موعد طرح الخبز الموحد الغني بالألياف في الأسواق بعد مرور عام على وعد من السلطات بتوفيره. وكانت أزمة نقص الخبز الفادحة في الصيف الماضي قد أثارت استياء المواطنين من الطوابير اليومية الطويلة للحصول على ما يحتاجونه من أرغفة خبز، ما دفع الرئيس قيس سعيد إلى التدخل فورا واصفا الوضع بالفضيحة. وأصدر سعيد مرسومة خبز واحد لشعب واحد في 27 جويلية 2023، منتقدا التميز بين خبز الأغنياء وخبز الفقراء في تونس على حد تعبيرها. وعقب ذلك بدأت السلطات عملية رقابة على المخابز التقليدية التي تنتج الخبز المدعم فقط والمخابز الحديثة التي تبيع أنواع أخرى من الخبز بأسعار مرتفعة. وأدى تعليق حصة الدقيق المدعم للمخابز الحديثة إلى بدأ حركات إضراب تحذيرية منها. في ديسمبر 2023 أعلنت السلطات نيتها إنتاج خبز أكثر تغذية وكفاءة التي تحمل ذكريات مؤلمة للاضطرابات الاجتماعية مرتبطة بالخبز، لسيما انتفاضة الخبز سنة 1984. وفي يناير الماضي خلال الذكرى 40 لانتفاضة الخبز، جدد الرئيس قيس سعيد التزامه بعدم رفع نظام الدعم، مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي. ورغم مناقشات متكررة مع صندوق النقد الدولي بشأن تغيير نظام الدعم لتخفيف الضغط على الميزانية لم يحدث أي تقدم ملموس. وفي ديسمبر الماضي قدم خبراء التغذية مواصفات الخبز الجديد باستخدام دقيق غني بالألياف، وعقدت جلسات تذوق اختيار المنتج. وأعلنت وزارة الزراعة التونسية وخبراء عن قرب تسويق خبز من القمح الكامل يتميز بغني الألياف بفضل طريقة استخلاص الدقيق الجديدة التي تستعمل أغلفة المحيطة بحبوب القمح. وتوضح مهندسة الأغذية الزراعية ألفة دعلول أن الخبز يشكل نحو 50% من السعرات الحرارية التي يتناولها التونسيين
لذلك من الأفضل لصحتهم أن يتوجهوا نحو خبز أكثر تغذية، ولكن حتى الآن لم يتم تسويق الخبز الجديد ولا توجد معلومات حول موعد تنفيذه. هكذا أصدقائي نصل لخاتمة لقائنا لليوم، لا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات الموجودة على الشاشة. شكرا على المتابعة والاهتمام، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.